قبل كل دوت طبعا تاني ببارك للنادي الاهلي على كل ما قدمه خلال الموسم من اداء اكتر من رائع على مستوى يعني الدوري، على مستوى المسابقه المحليه. وكمان الحقيقه عندنا كلام النهارده كتير جدا جدا هنتكلم فيها عن النادي الاهلي. النادي الاهلي حضراتكم زي ما انتم عارفين للمره الثامنه والمره الثالثه على التوالي بيشرف الكرة المصرية والكرة الأفريقية للوصول لكأس العالم للأندية. الحقيقة كجماهير النادي الأهلي متعودة خلاص بأن كأس العالم للأندية ده خلاص بقى يعني بالنسبة لنا منتظرينه كل سنة، منتظرين إن شاء الله النادي الأهلي في المغرب إنه يحقق إن شاء الله إنجاز جديد يشرف الكرة المصرية والكرة العربية والكرة الأفريقية. الحقيقه البعثه خلاص سافرت من يومين وكان الشكل اكتر من رائع، شكل حضاري واستقبال اكتر من رائع فيه طبعا في المغرب تليق باسم وتاريخ النادي الاهلي الكبير. الفريق وصل من يومين وكان الحقيقه كمان الحفاوه واللي استقبل بيها طبعا استقبلت بيها بعثه النادي الاهلي ده شيء طبيعي بيدل على انعكاس قيمه النادي الاهلي طبعا في كل افريقيا. الحقيقه التركيز كان شديد جدا رغم يمكن الفريق اتمرن في ظروف صعبه شويه بتواجه الفريق على صعيد الاجواء على صعيد الجو. الحقيقه الجو برد جدا هناك ويمكن في ثلج بينزل واللي اجبرت مستر كولر على انهاء حتى المران النهارده بسرعه جدا خوفا على صحه اللاعبين يعني من نزلات البرد وممكن يكون في مشكله بالنسبه للاعبين. بالرغم من كل ده عندنا اكيد كالعاده ثقه كبيره جدا جدا في لعيبتنا، عندنا ثقه كبيره جدا في الجهاز الفني وقدرته على ان شاء الله انه يقدم اداء اكتر من رائع. وكالعاده النادي الاهلي اخر مشاركتين ليه في كاس العالم للانديه وحصوله على البرونزيه والمركز الثالث.